وين طولنا في لي ديفات هذو خساره مور خساره، وين كان دخلنا شويه شك، والحمد لله اليوم ربي وفقنا درنا نورمالمون. ان شاء الله يكون هذا هو الديكليك، ان شاء الله تكون هذه هي الانطلاقه يا ربي. ما يغفلكش وين ربحت مع وفاق سطي فريق كبير، يعني تقدر ترجع شويه ثقه للاعبين. هي الازمه ما يغفلكش كاع لي زيكيب كي ما يكونوش دراهم اللاعبين، ما يكونش يعني امو يكون خالص شويه، ماشي كيما حنا ماناش خالصين كاع، سما تكون خالص شويه وتكون ما تكونش خالص كاع ماشي كيف كيف. سي بور سا دخلنا في واحد المتاهات شويه مع باساج افيد اللي جزنا عليه مع لا جرافيتو، مي الحمد لله ان شاء الله تكون هذه الانطلاقه ان شاء الله يا رب. الحمد لله كيما تشوف درنا ريزولتا، شغل درنا ريزولتا بالخدمه الحمد لله، ربي وفقنا وجبنا 3 بوان. راك تشوف 90 دقيقه حنا طايحين، طحنا ونضنا والحمد لله ربي وفقنا، وزيد التعب تاعنا خدمنا الخدمه تاعنا تاع السيمانه كومبلي الحمد لله. شفناها اليوم في الماتش، كنا جروب وكنا خواه والحمد لله. الحمد لله شغل حنا خصنا برك ديكليك والحمد لله، اليوم ان شاء الله ديماراج اليوم. والله كنا كيما نقول لك مقابله كانت مهمه بالنسبه لينا، بالنسبه لينا في هذه المرحله الثانيه. نظن الفريق راه يبحث على نتيجه ايجابيه اللي تعاود ترجعه للمسار الصحيح. نظن فوز هذا الفوز نظن نسترجعوا به الثقه للاعبين، الطاقم الفني، الاداره، الانصار. نظن فوز للامل. نظن المقابله دخلناها بشكل جيد، الهدف الاول اللي سجلناه نظن حرر نوعا ما اللاعبين، تحكمنا في المباراه من حيث التمركز جيد، وين الخصم ما خلقناش عده فرص. احنا طلبنا من اللاعبين انهم ما يخلوش الفريق هذا يديفلوبي لو جو تاعه. الشوط الثاني كنا نبحث على المرتدات اللي تكون، طلبنا من اللاعبين انهم يدافعوا بشكل جيد ويلعبوا بالمرتدات اللي تكون ان شاء الله فعاله. الحمد لله يعني كانت فعاله، سجلنا هدفين. نظن فوز كي نشوفوا مجريات المباراه نظن فوز مستحق، سجلنا المباراه بطريقه جيده، اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي بذلوها ولو انهم كانوا في سيتياسيون بو ديفيسيل من ناحية المعنويه، لكن ان شاء الله هذا الفوز غادي يرفع المعنويه تاع الفريق وان شاء الله يردهم المسار الصحيح. المرحلة الثانية غادي تكون صعيبة، لذا نظن هذا الفوز ما غاديش ان شاء الله نتوقفوا هنا، نواصلوا العمل وان شاء الله بتضافر الجهود نوصلوا الاهداف اللي هي البقاء تاعنا تاع فريق امل الاربعاء. هو لما تكون النتائج سلبية الكل يدوق لها الشك، من اللاعب، الاطار الفني، الانصار. احنا نظن هذا الفوز ان شاء الله نسترجعوا به الثقة تاع الجميع، وان شاء الله انا نقول بلي بتضافر الجميع، الانصار، الاطار الفني، اللاعبين، الاداره، ان شاء الله نعملوا كل ما في وسعنا باش الفريق يحقق البقاء نتاعه. شكرا.